يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت من الزوجة الثانية، أمي جنسيتها سورية، وتزوجت بعمر 14 سنة غصبا عن إرادتها، وجات عاشت في دولة خليجية من زوج خليجي. بعد 10 سنوات تقريبا توفي زوجها وجابت منه عيال. للعلم كانت أمي زوجة ثانية، وبعد الزوجة الثانية لأبوي. أبوي انعجب فيها وتم وراها لين تزوجها ورضي في العيال اللي عندها من زوجها الأول الله يرحمه. أخواني الكبار عيني وعيونهم الله يحفظهم. أنا أكلمكم كبنت الزوجة الثانية منقطعين من شجرة الصراحة. لا من أهل أمي اللي عبالهم أمي عايشة في قصر ونحن عيال العرش الإمبراطوري، ولا من أهل أبوي اللي ما يحبون يحتكون فينا، ولا في أمي لأنها مو من الأهل نفس مرت أبوي ولأنها غير مواطنة. عشت أنا وأخواني طفولة حلوة ومرة، بس وايد أذكر مواقف قاسية صارت بين الأهل، وسببها الأساسي إنه أمي الزوجة الثانية مرت أبوي اللي صدق هي حية. في البداية أذكر أني كنت أحبها لأنها دايم تعطيني تشوكلت وتبتسم لي كأي طفل بيحس أنه هذا الشخص طيب، لأنه في مرحلة البراءة وما بيفهم حركات الخبث واللعانة. بس يوم كبرت صرت أفهم المواقف اللي مريت فيها. يوم أبوي ياخذني عندها وهو محد في البيت، كانت تهاوش بناتها إذا بيلعبون وياي، ويا ويل ويلهم كان طلعوني غرفتهم فوق. أذكر مرة يوم كنت بعمر 7 سنوات تقريبا، واحدة من خواتي من أبوي كانت تبي تعطيني هدية، طلعتني فوق على رأس أصابعنا، فتحت دولابها وجلستني جنبها أختار اللي يعجبني من أغراضها. وشوي تفتح مرة أبوي باب الغرفة وشافتني وغسلت شراعنا غسيل ونزلتني تحت والدمعة متغلغلة في عيني وما خلت بنتها تنزل. كانت دايما تقاعدني بروحي في المجلس، ومرات تقفل الباب علي من برا، حتى ممنوع أروح المطبخ أو الصالة أو أشوف التلفزيون، ومكيف المجلس بارد ما ترضى أسكره ولا أني أطلع منه لين يرجع أبوي من دوامه ونتغدى وترجع على وضعية مرة الأب الحنونة الطيبة. غير أنها كانت تجبرني أناديها ماما قدام الناس. ويوم علمت أمي انضربت وتهزأت من أمي من قهرها، ما بيدها حيلة، فتطلع حرتها فيني أحيانا الله يسامحها. طبعا ما كنت أعلم أبوي لأني ما تعلمت أعبر ولا أشتكي، وأخاف أنضرب من مرة أبوي أو تأذيني. غير إنها كانت تشوه سمعتنا وين ما راحت، وقاعدت تقنع أبوي إن هذول مو بعيالك وروح سوي فحص DNA، لين تغير علينا أبوي فترة طويلة ودوم ترمي المحصنات حسبي الله عليها. عمري ما راح أسامحها لا بحق أمي ولا بحقنا، نحن قلبت الكل علينا، صرنا وين من روح الناس تطالعنا بنظرات ويتكلمون علينا، بس نقعد صامدين وقاعدين نتوكل على الله. الله بياخذ حقنا منهم ومنها بالذات، سواء في الدنيا والآخرة. يعني بعد زوجات الأب الله يسامحهم من جد من جد، يعني ما يفكروا بآخرتهم. اكتبوا لها في الكومنتات. القصة الثانية تقول صاحبة القصة: أنا بقول لكم قصة نجاحي. أنا ولدت بين أم وأب سعيدين جدا ويحبون بعض، لكن وضعنا المادي كان ضعيف جدا والحمد لله. سالفتي تبدأ أني دخلت الثانوية وتخرجت منها وتم قبولي في الجامعة، لكن ما قدرت أجيب الآيلتس، حاولت لكن ما قدرت. المهم أنا قررت أوقف كورس لين أقدر أجيبه. كنت أصيح سعر الامتحان غالي بالنسبة لوضعنا، خاصة أني عدته أكثر من 5 مرات، والجامعة خاصة ما أقدر عليها. ضاقت علي الدنيا بما وسعت، خلاص حسيت اني بختنق واني فاشلة صدق. وبعد ما يئست خلاص ابوي حلف ما يدفع لي للامتحان الجاي بسبب ارتفاع السعر. تقفلت في وجهي كل الابواب، اعتزلت في غرفتي مو بقادرة اتخطى الموضوع. وفي يوم الجمعة جت خالتي تزورنا وسألت عني وعرفت السبب وجت عندي فوق. كنت احس اول مرة شخص يفهمني، وصحت في حضنها لين قلت بس. ولزمت علي خالتي اني اروح معاها اسجل للامتحان، بس قالت لي اني اخر الامتحان لين 3 اسابيع، وسمعت كلامها وتكفلت تجيب لي معلمة خصوصية تدرسني هالمدة الامتحان. ما اعرف كيف ارد لها الجميل او ايش اقول، لكن الحمد لله قدرت بفضل الله انجح في المرة السادسة، وحلفت اني اشد حيلي في الجامعة وارجع لخالتي هالجميل. ودخلت تخصص ترجمة، شديت حيلي وتخرجت في 4 سنوات وبدأت مرحلة التوظيف. وزوج خالتي ما قصر بعد، ساعدني احصل وظيفة معلمة لغة انجليزي في واحدة من المدارس. جمعت من راتبي مبلغ ثابت كل شهر احط 500 درهم على جهة لمدة سنة كاملة،
وبعدها عطيته خالتي هدية وحلفت عليها ما تردها، كنت معلمة وفي نفس الوقت أدرس ماستر المساء. بعدها انتقلت لدكتوراه، كنت أدرس في ماليزيا عن بعد، وقت الامتحانات أروح أقعد لمدة شهر هناك وبعدها أرجع، وخذيت الشهادة ولله الحمد. اليوم أنا أدرس محاضرات في نفس الجامعة اللي تخرجت منها، فخورة بنفسي، فخورة إني ما استسلمت. أشكر خالتي في هذا الوقت إنها سبب نجاحي، ومتأكدة إنها بتقرأ القصة وبتعرفني. الله يوفقك يا رب، والله يسعد خالتك ويجزاها كل خير لأنها وقفت معك وساندتك. القصة الثالثة. تقول صاحبة القصة: أنا كنت متزوجة وعندي بنت، حطيت البنت عند أبوها ورحت سافرت برا أكمل دراستي، هالكلام قبل أكثر من 10 سنين. شفت العيشة هناك حبيتها ولا كانت عندي رغبة أرد. رجعت خلعت زوجي وهو أخذ حضانة بنته، وأنا أصلا حطيتها عنده ولا كنت قادرة أتحمل مسؤوليتها. رديت برا وتزوجت وجبت عيال. بعد كل هالسنين أم طليقي دق علي تقول لي: ردي ردي الديرة، أبو بنتك توفى. قلت لها: شكو أرد؟ أنا خلعته من زمان ولا عندي له أي صلة. تقول لي: خذي بنتك. أنا أصلا ما أعرفها، ندمت إني جبتها منه وغلطت حياتي وصفحة وطويتها. عمرها 16 سنة الحين، عقب كل هالسنين تبيني أخذها، عقب ما تربت عندهم ورافع علي قضية. أنا ما أبيها، ما أعرفها، ما في فرق بين الغريب وبينها، وبسببها رديت الديرة علشان المشاكل اللي صارت علي. وزوجي حاليا زعلان ومنغث مني، كله بسبب اللي ما تتسمى، ماكو قضية إلا ورفعتها علي. هذه بنتهم مو بنتي، ولا أنا أمها، ما لي شغل فيها. مو معقولة تبيني أحطها عندي وعند عيالي، أنا ما أعرف لا تربيتها ولا أخلاقها، مستحيل. أنا ما أبي أتحمل مسؤوليتها، ما أدري شلون أخليها عندهم. المشكلة إنها تبيني أخذها عندي. إنزين شلون تبيني وأنا ما أعرفها ولا مرة شفتها؟ ليش بكت لما شافتني؟ ليش تقول لي ماما اشتقت لك؟ مو معقولة حب. أنا أدري إنه من وراها بتصير مشاكل، تعبت الصراحة، ما أبي تعتفس حياتي. وتسألين ليش بكت؟ حبيبتي 9 شهور شايلتها ببطنك، وش صرتي لها إذا مو أمها؟ ماني قادرة أصدق هالقسوة. بعض الأمهات مستحيل يكونوا أمهات، حرام يكونوا أمهات أصلا. اكتبوا لها في الكومنتات. بس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف.